بقارن مستوى المصروفات في الجامعات المصرية الخاصة ال 24، احنا نقول مثلا احنا متوسط عالي، يعني احنا مش في الواطي ومش في المتوسط، احنا في المتوسط العالي، يعني في البراكت المتوسط العالي على مستوى كل الكليات. يعني عشان برضو انت محتاج، يعني انت عندك مشكلة في بني سويف خلاص، يعني محتاج يجذب احسن 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 اساتذة يقدموا الخدمة التعليمية، محتاج اخدم الطلبة اكتر، يعني عشان هو مش مقيمين عندي، انا مسؤول عنهم 24 ساعة، فهم ازاي؟ بتعرف التكلفة عندك في بني سويف اعلى بكتير من المقارنة بالقاهرة ومقارنة بالتالة، فانت ما عندكش مجال انك يعني، ولازم تبقى متوسط عشان تبقى ناس قادرة على المصروف. وفي نفس الوقت الحكومة اصلا يعني بالاتفاق معهم يعني كنوع من المساهمة من واحنا متفاهمين جدا يعني، فزي مع كل الديفالويشن اللي حصلت دي احنا كنوع من المساهمة مجلس اعلى الجامعات، القرار بتاع زيادة المصروفات اللي هو 10% بس على الطالب الجديد والباقي مفيش زيادة عليه اللي هو القديم، مع ان القانون بيسمح لك انك تزود، يعني ما خدش 3 دقايق في التمرير بتاعه، والسنة فاتت كان 5% وصفر على القديم، فيعني ده كان هو برضو مع بقى ايه الناحية التانية الضغوط بتبقى عالية جدا، لان في المهيات بتاعت البتاع اللي بتمثل جزء اكبر من مصاريفه بتاعت الهيئة التعليمية والهيئة المساعدة، والتكاليف العامة بقى الوقود والكهرباء وبتاع كده، فاهم ازاي؟ فدي نطت